يعرف هلال شوال بأنه مؤشر أول يوم في شهر شوال، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر والذي يأتي كنهاية لصوم شهر رمضان. ويتم تحري هلال شوال في الجهة الغربية من السماء في ليلة 29 من الشهر الهجري، أي الليلة التي تقع بين يومي 29 و30 من رمضان. فإن تم رصده يكون رمضان 29 يوماً، ويصبح اليوم التالي هو أول شوال، وإلا يتم إتمام الصوم إلى 30 يوماً. وفي كل عام تشهد الدول الإسلامية جدلاً في أواخر شهر رمضان المبارك حول إعلان عيد الفطر قبل أن يظهر هلال شهر شوال ويحسم المسألة، لكن يبدو أن هذا الخلاف سيتحول إلى اتفاق في غرة شوال هذا العام، إذ يتوقع أن تتفق الدول العربية على موعد واحد لعيد الفطر المبارك. في الشريعة الإسلامية يبدأ المختصون والهيئات الشرعية للبحث عن هلال شوال بعد غروب شمس يوم الرؤية في 29 من رمضان، فإذا تمكنوا من رصده يكون اليوم الموالي غرة الشهر الجديد والذي هو شوال في هذه الحالة، وهو الشرط الأول لميلاد شهر قمري جديد في اليوم التالي. أما الشرط الثاني فهو بقاؤه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وإذا لم يتمكنوا من ذلك يكون اليوم الموالي متمما لشهر رمضان. وبالنسبة للدول التي ستخرج لرؤية الهلال يوم 8 من نيسان مثل السعودية ومصر، فإنه من غير الممكن رؤية الهلال من الأساس، لأنه سيكون قد غرب قبل غروب الشمس أصلا، وهو ما يعني أن الثلاثاء 9 من نيسان سيعلن اليوم المتمم لشهر رمضان، والأربعاء 10 من نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك. أما بالنسبة للدول التي ستكون فيها رؤية الهلال يوم 9 من نيسان مثل الأردن وعمان، فإنه في لحظة الرؤية سيكون قد مضى يوم كامل تقريبا على مولد القمر الجديد، وهو ما يعطي تلك الدول فرصة كبيرة لرصد الهلال وإعلان اليوم الموالي الذي سيكون 10 من نيسان في تلك الحالة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. أما المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر فقد قال في بيان إن غروب القمر قبل الشمس في الدول العربية التي خرجت للرؤية يوم 8 من نيسان يجعل من 9 من أبريل متمما لشهر رمضان. ويتفق مع ذلك مركز الفلك الدولي، حيث تشير الحسابات التي أعلن عنها إلى أن رؤية الهلال يوم 8 من نيسان مستحيلة في كل الدول العربية بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، ولكنها ممكنة بالعين المجردة وبسهولة يوم 9 من نيسان. ما سبق يعني أن هناك فرصة كبيرة هذا العام لاتفاق الدول العربية على موعد عيد الفطر المبارك، والذي سيكون في 10 من نيسان 2024.